السيده متزوجه عام كامل. العام ده بيحتسب ازاي؟ بيحتسب من اول الزواج، شرط ان يكون الزوج مقيم معها اقامه كامله، تكون في معاشره زوجيه متصله ومنتظمه. تمام. معاشره زوجيه متصله سنه كامله. ابدا افكر في تاخر انجاب. تمام. اذا كانت الزوجه بتعاني من عدم انتظام الدوره قبل الزواج، فلازم تتوجه لاول طبيب بعد 4 شهور ما عملتش، طالما الدوره مش منتظمه. خالص. طب ما هي الدوره المنتظمه؟ الدوره المنتظمه اللي بتيجي من 21 يوم لحد 35 يوم. تمام. يعني في خلال 21 22 23 لحد 35 الدوره منتظمه. يعني ايه دوره منتظمه؟ يعني دوره فيها تبويض. دوره مصاحبه ايه؟ دي ما فيش فيها مشكله. لكن اذا الدوره جت قبل 21 وجت بعد 35 يبقى ده الدوره غير منتظمه. مش حاجه مش مظبوطه. لازم نتوجه بسرعه. ممكن الدكتور يديها عقاقير معينه جدا تبدا تنتظم الدوره عليها، لكن عشان يقدر يحصل تبويض ويحصل حمل. مع دار الام مبروك هتكوني ام.